استيقظت الدمام فجر اليوم على دوي انفجار هز حي الفاخرية والأحياء المجاورة لها. الانفجار الذي تسبب به خزان غاز تابع لأحد الوحدات السكنية خلف إصابات متفاوتة الخطورة. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل عوض الفياض، نتابع. استيقظ السكان على جحيم انفجر فجأة في هزيع الليل. خزان للغاز المنزلي حول هذا الجزء من حي الفخرية بالدمام إلى أثر بعد عين. استخرجنا بعض الأطفال من تحت الأنقاض، الحمد لله، يعني تم إيصالهم للمستشفى قبل حتى حضور الدفاع المدني والإسعاف. والمشكلة الحقيقة أن الحي لا يوجد له منافذ، يعني وهذا مما عاق الحقيقة دور الدفاع المدني وكذلك الإسعاف. هز الانفجار العنيف حي الفاخرية عند الساعة 1:51 من فجر يوم الأحد. 4 أسر تأثرت بهذا الانفجار، أكثر من 13 حالة من الإصابات، 2 منها حرجة. أطفال ونساء نقلوا إلى المستشفيات في المنطقة وسط ظهور السكان وغموض أسباب الانفجار. أنقذنا المرة هنا، طلعناها وطلعنا المرة الثانية عند الدرج، انا واخوي فايز وايضا عبد الله الزهراني جارنا، انقذوها وطلعوها بالسياره ودوها مستشفى. تعيد هذه الحادثه الى الواجهه مطالب سكان احياء غرب مدينه الدمام بنقل اكبر مصنع للغاز في المنطقه واخراجه من منتصف احيائهم. عوض الفياض، MBC الدمام.